السلام عليكم أعزائنا الطلبة، نرجع نكمل chapter 2 حزام الحوض والأطراف السفلى pelvic girdle and lower line. Pelvic girdle حزام الحوض. It consists of two symmetrical halves. يتألف من نصفين متماثلين. Each of them is composed of three cohesive bones. كل نصف من عندهم يتألف من ثلاثة عظمات متلاصقة أو متلتحمة. الإليوم والإستيوم والبايبس، الحرقفة والورك والعانق. The pelvic is like a vessel. يكون الحوض كوعاء كإناء. On which the vertebral column rests. يستند عليه العمود الفقري. The pelvic is articulate with the lower line. ويتمفصل مع الأطراف السفلى. Also a part of the intestine. وكذلك أجزاء من الأمعاء. And some other internal organ. وبعض وقسم من الأجزاء الأعضاء الداخلية are found in the pelvic. تكون موجودة في عظام الحوض. There are some different هذه جدا مهمة، بعض الاختلافات ما بين حوض الذكر وحوض الأنثى. Number one, bone of pipe in female are lighter than in male. عظام الحوض عند الأنثى تكون أخف من الذكر. Number two, pelvis is wider in female. الحوض يكون أوسع بالأنثى. لماذا؟ لأن جواب to facilitate the pregnancy period، حتى تسهل عندي عملية الحمل أو فترة الحمل. Number three, pelvis in female is less deep than in male. الحوض في الأنثى أقل عمقا من الذكر. الأطراف السفلى lower limbs. Lower limbs are made up of bone. الأطراف السفلى تتكون من عظام. Of femur الفخذ، leg الساق، foot القدم. Femur الفخذ. Femur is the longest and strongest bone. أقوى وأطول عظام الجسم. And it corresponds ويقابل الهوميروس عظم العضد بالأطراف العليا. طبعا هاي إذا تجي مقارنة كل عظم والعظام التي تقابله من ناحية الأطراف السفلى أو الأطراف العليا. From the upper side this bone contains a spherical head. من الناحية العلوية والناحية الأمامية لهذا العظم لعظم الفخذ المقدمة مالته أو رأسه يكون دائري. Which enter the acetabular cavity الذي يدخل في التجويف الحقي and forms ball and soft stone ويكون مفصل الكرة والمقبس. From the button ومن الناحية الأخرى femur is articulate with tibia by knee joint. يتمفصل عظم الفخذ بواسطة مع الساق بواسطة عظمة التيبيا القصبة من خلال مفصل الركبة knee joint. العظم الجزء الثاني من الأطراف السفلى اللي هي leg الساق. Leg is made up of two bones. يتألف الساق من عظمتين. One of them is located beside the other. ويتألف من عظمتين تقع كل واحدة بجانب الأخرى. They are tibia and fibula اللي هي عظمة القصبة والشظية. Corresponding يقابلان of the ulna and radius found in the forearm. tibia القصبة tibia والفابيولا الشظية في الساق يقابلان عظمتي الزند والكعبرة في الأطراف العليا. But the fibula doesn't turn around the tibia. لكن الفابيولا لا تدور حول التيبيا كما تدور الراديوس حول الألنا. لماذا؟ هذا سؤال مهم. علل.
Fibula is thinner than the tibia, and the two ends of fibula are connected to tibia. نهايتي الفابيولا تكون مرتبطات مع نهايتي مع عظم التيبيا القصبة. Tibia is located موقعها in front of the leg under the skin. Front of the leg في الأمام الرجل الساق تحت الجلد مباشرة. هذه هنا عندي عظم الحوض اللي هو تكون من نصفين متقاربين هذه. وهذا طبعا عندي هنا العظام العجزية والعصعصية اللي تكون ملتحمة اللي أخذناها. هذا هنا اللي يمر من خلاله الحبل الشوكي، وهذه عظام الحرقفة والورك والعانة. هذا نصف الحوض، هذه الرأس المدور لعظم الفخذ. عظم الفخذ يعتبر أقوى وأطول عظام عظام الجسم، يتمفصل مع الليج بواسطة ني جوين. الليج يتألف من التيبيا والفابيولا من عظم القصبة والشظية. Leg and femur constitute the knee joint. تتمفصل الساق مع الفخذ بمفصل الركبة. The type of this joint is hinge. يكون هو نوع تمفصلي، يعني قفل ومفتاح، انه بس تمتد الساق بعد ما ترجع نفس اللي هو المفصل الموجود ما بين العضد والساعد، الفتحة تكون باتجاه وحده. There is a flattened small، هاي جدا مهمة، a flattened small bone called patella. patella اللي هي احنا نسميها الرضفة او صابونة الرجل، صابونة الركبة. flattened مسطحة، عظمة مسطحة موجودة تقع in front of the knee joint. The leg is connected to the foot by the ankle joint. وطبعا الساق يتمفصل مع القدم بواسطة مفصل الكاحل. Foot القدم. Foot is made up of 26 bones which are distributed تكون موزعة into three parts like the palm مثل الكف. The first part is called ankle, torso. الجزء الأول يسمى الكاحل أو الكعب. Which correspond to the worst found in the hand. والذي يقابل الرسغ الموجود في اليد. Torso are composed of 7 bones. الكاحل يتألف من 7 عظام. The second part is the metatarsal, which contain 5 bones. والجزء الثاني هو مشط القدم ويتألف من 5 عظام. The third part is toes. والجزء الثالث toes اللي هي أصابع القدم are composed of 14 bones والتي تتألف من 14 عظمة. phalanges سلامية like fingers مثل الأصابع. And they are distributed in the same way. وتكون موزعة بنفس طريقة توزيعها باليد. It is noticed. ومن المهم ملاحظة that the hillocks. hillocks اللي هو إبهام الرجل. إبهام القدم. The big toe. الأصبع الكبير. Does not move easily like the thumb. thumb هو إبهام اليد. ما ممكن أن تتحرك بصورة أو بسهولة نفس الإبهام اليد. So function of foot is walking. لذلك تكون وظيفة القدم is walking اللي هي المشي.